أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن استمعنا لهذا التقرير الذي يتحدث عن مكونات الاتحاد أو القطاع، بعض مكونات ومقومات القطاع السمكي في بلادنا، والتي نتمنى أن يتطور هذا القطاع السمكي. يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة عدن الأستاذ علي أحمد بن شبه، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي. مرحبا بك أستاذ علي، مساء الخير. مساء النور يا حبيبي، سهلا، ارفع الصوت بالله، ارفع الصوت. اهلا وسهلا فيك، اتمنى ان يكون الصوت مسموع، ما شاء الله نحن الصوت عندنا يعني تمام مسموع. تمام. اهلا تمام. وسهلا فيك الاستاذ علي احمد بن شبه، نتمنى لكم التوفيق في مهامكم، ونحن تابعنا كثيرا ما تبذلونه من جهود من اجل تطوير هذا الاتحاد، وبالتالي السؤال البسيط الذي نطرحه عليك، ما هو الاتحاد التعاوني السمكي؟ من ماذا يتكون؟ الاتحاد التعاوني السمكي يتكون منظمة مدنية اقتصادية اجتماعية ديمقراطية مستقلة، باعتبارها اتحاد نوعي العمل التعاوني السمكي في مجال الأسماك، مجال لخدمة الصيادين وتنمية الصيد التقليدي وتطوير الجمعيات السمكية. نعم، هذا هو هو أهدافه، هو يدافع عن مصالح الصيادين والجمعيات السمكية. جميل، طيب كم جمعيات سمكية عندنا؟ كم صيادين؟ كم قوارب؟ كم سفن؟ جمعيات سمكية عنده التأسيس 2002 123 جمعية في عام 2002. الآن وصل الآن بعد الحرب إلى ما له نهاية عشوائية في العمل التعاوني، ونطالب نحن وزارة الشؤون الاجتماعية والثروة السمكية، وزارة الثروة السمكية والزراعة، حول توقيف عمل العشوائي بإنشاء الجمعيات، لأنه هناك القانون التعاون لم هناك تنزل له لائحة، 31 نفر يشكل جمعية، السعي كله وراء الدعومات من المنظمات المانحة والصناديق، وهذا لا يخدم الصياد ولا يخدم نحن في البلد. يعني 31 نفر يستطيعوا يعملوا جمعية سمكية؟ ايوه، جمعيات سمكيه عمل عشوائي الان في الوقت الحاضر، يعني دوبوا العمل التعاوني علينا وعلينا نطالب نحن الشؤون الاجتماعيه والعمل والثروه السمكيه والزراعه بتوقيف هذا العبث. هذا موضوع مهم جدا، على اساس انه نحن في خطتنا الان المستقبليه انه تقليص العمل التعاوني من الجمعيات السمكيه، يمكن يكون في كل منطقه جمعيه واحده إذا حصل في كل منطقة، يعني مثلا في كل منطقة، مثلا في الحديدة، في عدن، في البكلة، في عدن أكثر من 18 جمعية، وفي سقطرة أكثر من 27 جمعية، فين العمل التعاوني؟ وفين الإنتاج؟ فين الإنتاج؟ فين فين فين؟ والإنتاج الإحصائيات هناك للأسف الشديد، يعني هناك ما في رقابة على مواقع الإنزال، ومما أدى كل واحد يحصل له استقطاعات على مزايه. طيب، حتى مواقع الإنزال أغلقت في هذا الظرف. طيب أنتم في الاتحاد السمكي مواقع إنزال، طيب الأسماك في 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 محلات أخرى. طيب الصعوبات التي أمامكم أستاذ علي أحمد بن شبه، يعني الصعوبات الآن نحن أهم شيء عندنا تقليص الجمعيات السمكية. طيب هذا واحد، توقيف هذا العبث الموجود. الرسالة هذه بتصل يعني للوزير بإذن الله، بإذن الله تصل علي الوزير الوسائل السابق، علينا أن نحن نوقف إلى هذا الجذاب، وتوقف معانا الشؤون الاجتماعية وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حول ما يخص بها بالعشوائية في العمل التعاوني تشكيل الجمعيات السمكية. علينا حنا عندنا خطة الآن نحن تفعيل العمل التعاوني وتقليص الجمعيات السمكية. طيب خلاص، وصلت فكرة الجمعيات السمكية هذه، وصلت يعني اعتبرها وصلت لمعالي الوزير موضوع الجمعيات. خلينا اشوف الصعوبات اللي تواجه الصيد والصياد، يعني الصيادين. طيب الصيد الان، الصيد كما زي ما تحس في لوائح موجوده من هنا وهناك، اضافه الى انه في الصياد الان يمنع من بعض بكثير من المواقع اللي ما يصطاد فيها وقوها مناطق محرمه، يعني عمليه الصياد بدا الان انه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني في مخاطر وفي صعوبات، مخاطر في البحر وصعوبات. أيوة، في البر. ايوه ومع عوامل البحر الان هذه اليوم هذه الفتره، فيضانات ولا عصير و الى اخره من هذه الامور.
علينا أن نحن نوقف بيد واحدة كسلطة كحكومة كوزارة حول ما يخص بهذا العبث الموجود الآن، حول الصعوبات اللي يواجهها الصياد والعمل التعاوني بشكل عام. طيب هل تختلف ظروف الصيد والصياد من الحديدة لعدل للمكلة أم أنها نفس المخاطر؟ لأنه مثلا في حضرموت مثلا ما كانت هناك مواجهات مع الميليشيا الإنقلابية، في سقطرى ما كانت فيها حرب، لكن كانت في كوارث طبيعية. مشاكل كبيرة يعاني منها الصياد في حضرموت. أقول لك مثلا أنا بسيط بس، في منطقة الشحير يمنع الصياد يصطاد في البحر حقه من ضبة، يعني موقع مصنع فيبر جلاس الشحر إلى منطقة فلوك، يمنع اصطيادك ككل، ممنوع إطلاقا. والأسباب؟ وكثير من المواقع بالحال ممنوع فيها الاصطياد. في شبوة عدن عشيق ممنوع فيها، وقدر علينا الصيادان وكل يوم نحن متعرض فيها. علينا أن نحن ننظم هذه الأمور ونطرح مع هذه المعايير، متى نصطاد، متى نوقف، متى حالة الخطر. طيب. يعني احنا ما قلنا شيء في 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 محاذير، نحن نوقف المحاذير، لكن عملية قطعا باتا ولقمة عيشة الصياد مع الظرف الآن اللي نعيشه نحن، قلل المعيشة، ارفاع العملة، و و و و الصياد يعاني. كان أمس يشتري القار المكينة ب300 أو ب400 ألف، الآن يشتريها ب3 مليون أو مليونين ونص. خلاص خلاص، وصلت الفكرة. وصلت الفكرة أستاذ علي أحمد بن شبة، وصلت الفكرة بشكل رائع جدا، وأنا أتمنى أن يكون في لقاء معك أنت ومعالي الوزير اللواء سالم سقطري وزير الزراعة والثروة السمكية، حتى أنكم تعملوا الحلول الممكنة بالتعاون مع الأطراف المعنية في بلادنا. الأستاذ علي أحمد بن شبة رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في الجمهورية اليابانية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة عدن.